موجة كبيرة ضربت أغلب الجزائريين خلال هذه الفترة، أهم أعراضها حمى وتعب شديد أجبرت الكثيرين للتوجه نحو مصالح الاستعجالات لاثقال شدتها وخوفا من أن تكون موجة أخرى لكوفيد. وما ننساوش باللي حاليا رانا في المرحلة بداية الوباء نتاع الانفلونزا الموسمية اللي يبدا اوائل ديسمبر ويروح حتى اواخر مارس، والكوفيد مازال يمشي حتى بصفة كما يقولوا قليلة، خاصة مع الاوميكرون اللي يعدي كثير. اذا ما كان حتى وسيلة باش نعرفوا باللي الانسان دار الكوفيد او دار الانفلونزا الموسمية من غير البي سي ار، لازم التحليل، ولكن الاعراض هي نفسها والوقاية هي نفسها. أسئلة عدة طرحت حول ما إذا كانت هذه الموجة مجرد حالة زكام عابرة بأعراض ثقيلة أم أنها إصابة جديدة بكوفيد، سؤال طرحناه على المختصين الذين أكدوا أن هذه الفترة هي ذروة الزكام. في هذا الموسم، موسم دونك بدا لا بيريود اوتونو ايفيرنال، كما لاحظنا كاع شاهدنا كاع بلي كاين بزاف الحالات الناس مرضوا، وكاين اللي يقول لك البرد سي لا غريب، ولا كاين الناس اللي خايفين يقول لك بالك كورونا. في هذه الفتره كاين بزاف لي فيروس، ماشي غير لي فيروس اللي توشيو الجهاز التنفسي، كاين بزاف لي فيروس. دونك اون بو با سافوار نقولوا اسكو سي ديريكتومون سي الفيروس تاع كورونا ولا تاع لا غريب ولا دوطخ فيروس. كيما على بالكم باللي في السنوات الماضيه اون الجيري الذروه ولا لو بيك تاع لا غريب تكون في نهايه شهر ديسمبر وبدايه شهر جانفيير. التراجع الكبير في إجراء تحاليل الكشف عن كوفيد صعب مهنة المختصين للجزم بينما إذا كنا نعيش موجة جديدة من الجائحة أم زكام كونهما يملكان نفس الأعراض.